السلام عليكم، معكم يوسف العسري، رئيس نادي لو فيزور فاعل جمعوي مدينة الجديدة. اليوم تتصادفوا أول ظهور المهرجان 3 جور 3 إطوال، يعني مهرجان المجالات الثلاث اللي تنركزوا فيهم على المجال الثقافي، المجال الرياضي والمجال الخيري. يعني بداية اللي كانت متعثرة لأنه هنا ما كاينش تنشوفوش واحد الدعم في مدينتنا اللي هي مدينة جديدة. تنشكروا بعدا الناس اللي دعمونا، انتليكسيون سونتر انتليكسيون ام دوزيم لي بريس اشواقع جديده 24 ويب، بزاف ديال لي سبونسور منهم صالون المايسترو. هاد الناس هادو اللي تيقوا فينا وماشي لا بروميير فوا اللي تيقوا فينا، واللي بغيت الجميع انه يعرف ان هاد الناس قلال اللي تيقوا في الشباب، يعني ماشي يدعموهمش باش يوصلوا واحد الفكره. مالغري هادشي حنا وصلنا وقدرنا اننا ننجحوا التظاهره في ظرف اللي هو وجيز الحمد لله، لان بقينا تنتسناو الاجوبه ديال الناس اللي غادي يدعمونا والناس اللي غادي يوقفوا معنا والناس اللي غادي يكونوا حاضرين معنا. مي الحمد لله لقينا واحد الاقبال من طرف الشباب لانهم ساعدونا وحضروا معنا في ليفالمون ديالنا، وتنشكر اشواقع على هذا الحضور الاعلامي وشكرا. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.